وينك؟ بودي انهزم، ودي اضل بالعرب. انهزم قبل ما اشوفك احد. يلا يلا. نايم اخر نومك ان شاء الله. سويلم وين؟ مربوط بالخربوش. مربوط بالخربوش. وهذا الحبل، هذا الحبل من اللي فكه؟ ما ادري. ما تدري؟ قم قم دوره. شلون هزم؟ ما ادري طال عمرك. شلون؟ ما ادري. من اللي فك رباطه؟ لقيت النشمي نايم عنده. من اللي فك رباطه؟ من اللي فك رباطه؟ من اللي فك رباطه؟ وين يا شيخ؟ على هونك يا شيخ. على هونك. على هونك. على هونك. قم الحين تجيبوه. الحين ودي اياه قدامي. يلا 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 زي يلا تويا يلا تويا. دايق وعنده غلاس. من هو البايق اللي عايش عند غليس؟ مدري طال عمرك. ودك احلف يمين احلف. ودك تصمت يمين؟ ودك تصمت يمين يا عواذر؟ اقعد اقعد. مراجلكم على الراعي المسكين؟ رضوة، تران ما علم من هو فك رباطه الشيخ يذبحه. الشيخ ورجاله يتمرجلوا على راعي. إن ما علمتني يا سويلم من اللي فك رباطك؟ جلدك أصلخه، راسك أقطه وارمي له الكلب هذاك. شفتوا هذا الكلب الأسود؟ من اللي فك رباطك؟ ما حد، أنا فكيته لحالي. تجد لحموه أصلخوه. يا شيخ غليس انا اعلمك من هو اللي فك رباطه. تعرفينه؟ اعرف. من هو؟ اعلمك مر تنطيني وعد. وعد بايش؟ تنطيني اللي اطلبه منك. وش ودك؟ الوعد بالاول. وعدتك؟ هو وعد الشيوخ اللي ما يرجعون بكلامهم. يا بنت هلال انا شيخ غليس ما ارجع بكلامي. اشهدوا يا الربع. شهدين علي رضوة؟ اشهد عليك الله ورجاله. زين من هو؟ انا اللي فكيت رباطه يا الشيخ. تجذب طال عمرك تجذب. لا بالله ما تجذب. انا اللي فكيته يا الشيخ. الحين نفذ لي وعدك. وش ودك؟ تطلق سويلم وما تساذيه وتطلقني من فلاح. أنطيتني وعد الشيوخ اللي ما يرجعون بكلامهم. غلبتيني يا بنت حلال. أوادر طال عمرك فكوه. إي بالله.
يعرفها. ودك تطلقها؟ طال عمرك ودك تطلقها؟ انا انطيتها وعد 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 الشيوخ. بدك تطلقها؟ انت زين طال عمرك. طال عمرك انت زين انت راح اطالك طالك طالك. قب من وجهي قب. وادر علامك يا فلاح. انت حرة يا رضوى. طلقتني غصب عن خشوبي. خلاص.